del bechamel. Tiene que hacer un gusto al bechamel, al pan. Dos, hacen la ley de media. Lo mejor que yo tengo es un نرجع نجيب حاجة عشان نحط جزء منه ولو تستوي وما كلكعش ولا لو كلكع نحطه في الخلاط هيرجع ايه هيرجع يبقى ناعم كده وحلو خلاص كده استوى نرجع بقى نجيب الحاجة عشان ايه نحط جزء منه ده اللوز اللي بعد ما حمرناه في الفرن ده اللوز اللي حمرناه في الفرن نحطه على الوش ممكن بندق ممكن مفيش خالص على حسب الرغبة وعلى حسب المنظر تمام نرجع نحط دي يعني نبص بس ممكن نسخنه ممكن نطلعه يعني مش بالضرورة نكسر عشان هنجيب بقى كبشة عشان نحط جزء من هنا نرجع تاني نرجع الكبشة هنحط جزء هنا كده نحط جزء هنا ممكن نحطها كلها المرة دي ممكن احطه ما مش ضروري ممكن معلش معلش بعد كده ايه بس كده اعمل وش خفيف ممكن معملش خالص بعدين ايه نقلبنا نقلب كويس لحد ما ايه يبقوا مزيج قوي جامد مع بعض مش عشان احنا ايه بس هات هنا صينيه واروح حطها تمام كده هي لو حتى يعني خفت مننا شوية هي الفرن كمان بيسخن الفرن ساعة ساعة ونص من ساعة لساعة ونص فهتتقل برضه وتعمل قطع كده ممكن تتقطع زي البسبوسة بالظبط تمام وكده خدنا كمية ممكن نحط دول على الوش ممكن نستغنى عنهم نهائي نرجع بقى ايه ندور على